السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تبارك الله عليكم الجميع، صباح الخير. استعداد ديالنا تشبه الطريق ان شاء الله نسالو دانس. حاجه يدخلوا الرماي، اذا هادو خليو هنايا صافي، وهذاك ارجع غير هذاك مشاريهم بوحدو صافي. وتاري شوف خرج كامل كامل، اسمح لي شوف خليك راه واقيلا ما الرماي ما يدخلش، ما يدخلوش. اسمح لي شوف هذاك محدو عنده ليسباس رجع مشاريه ستاسيون شويه، لا ما يسطاسيونش يرجعوا له شويه مشاريه، يقول هذا الاول برافو رجع. تبارك الله على خاو ديالي، نورتي سارو دانس. ارحم والديك. تبارك الله على خاو ديالي، نورتي سارو دانس. ارحم والديك. نحييكم على هذه المبادره ديالكم، وكنرحبوا بكم في الكليه المتعدده التخصصات تارودان. شخص السيد العميد اللي ما حاضرش معنا، وكينوب عليه السيد الكاتب العام ديال الكليه سي عزيز. والمهم احنا جد سعداء وفرحانين بهذه المبادره ديالكم، وهذا الروح ديال زعما اللي يبان عليها الشعب المغربي وعامه، وخاصه في الروح ديالكم اللي مثلتوا طنجه اللي هي عروسه الشمال، ومن المدن الكبار زعما اللي وقفوا في هذه المحنه هذه ديال هذا الزلزال هذا اللي ضرب هذه المناطق من كوبا اللي ما بين شريط ديال مراكش الحوز الى تارودانت وورزازات في شيشاوا الى ورزازات في المناطق الشرقيه ديال المغرب. جميع اعضاء جمعيه سباقي الخير والساكنه مدينه طنجه اللي ساهموا معنا في هذه البادره ديال الخير، اول حاجه كنشكركم على حسن الاستقبال وعلى التوفير ديالكم للناس ان شاء الله اللي يفرغوا هاد الشاحنات،
وتعاونوا معنا ان شاء الله باش اهم حاجه عندنا حنايا بزاف ديال الاشاعات كاينين بان الناس كاين اللي باقي ما توصل حتى حاجه، كاين الناس اللي داو جوج ثلاثه اربع مرات. حنا الهدف ديالنا هو نوصلوا للناس اللي باقي ما خداو والو، وانتوما هما تعاونونا في هذا الشيء هذا. حنا جينا باش نفرغوا هاد الشاحنه هنايا، ومن بعد ان شاء الله يتم غدا ان شاء الله يتم التوزيع ديالها على الطريقه. شوفوا الشاحنه صغارين، يعني تمشي الشاحنه فيها متنوعه يكون فيها جميع المواد، ما تمشيش مثلا شاحنه فيها الحليب وواحد يديه الماء، يعني نحاولوا الشاحنه وحده يكون فيها جميع المواد من الحليب من الماء من القطاني من ليكوش من مسائل كامله، يعني تمشي واحد الشاحنه تمشي متنوعه كامله. وهذا ما كان، كنشكركم مره اخرى وكنشكروا السلطات ديال سارودانت اللي فتحوا لنا المجال باش ندخلوا الكليه، والعامل ديال الكليه والكاتب العام والرئيس ديال الجمعيه السي عادل ولد المدينه ديالنا طنجة اللي كيخدم في مدينه خريبكا وجا باش يوفر لنا المسائل كامله، وكنشكروه. وكنشكر الاعضاء الجمعيه والمتطوعين اللي طلعوا معنا، والاعضاء اللي بقاو في طنجة والسكان مدينه طنجة كاملين اللي تعاونوا في هذه المحنه، والشعب المغربي دائما متضامن مع بعضياته. وشكرا. بس تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.